عدى سنتين من آخر حلقة لـ FUTV والتيم حاله تغير، منهم اللي اتخرج ومنهم اللي لسه قاعد فيها، منهم كمان اللي حتى بعد ما اتخرج قدروا خلاه انه يفضل موجود فيها، والحال بقى زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. عمر وتعالوا على المكتب دلوقتي حالا، 5 دقايق تبقوا عندي. يلا سلام. والله ما قال لي، ما اعرف. تعالى بسرعه بس، تعالى لسه بدري يا شمس. اخلص تعالى هادي. تعالى يا بيه، انا قلت لكم ان ده هيحصل في يوم من الايام. ما صدقت ايه ده؟ صدق حتى ما خفيف. لا عجبني عجبني. انت بتضحك؟ اه صباعي مالو، صباعك كويس؟ اه الحمد لله. انت مش راح من المصيبه اللي حصلت دلوقتي؟ مصيبه ايه بس؟ ازاي؟ انت بس بص ازاي؟ طيار بص لي هنا، مالك؟ شوف شكله طب وبنط اهبل قوي بظهر ايده على وشه. مش للدرجات يا حبيبي، هو كوميدي بس. طب انت ايه مشكلة مالك؟ العيال دي خدت مكانها. اه حبه من تحت تقطيع الارض بسيط. الساعه دلوقتي يا بيه الساعه 1:30. هتقول لي على الساعه كام؟ 5:30. طب صح بس يلا بس اهو ولا الحكايه. انت قدامك بالظبط نص ساعه. امين نص ساعه يبقى عندي هنا في المكتب. هنا امين. طب نفطر. يلا بينا نفطر. انا جعان. تفطر بعد ما تجيبهم لي يا عم. نفطر ونجيبهم. انا جعان. طب هاتولي معاك وقت وانتوا جايين. طيب يا باشا. يعني زي ما جبناهم اهم. اشمعنى ده بقى اللي ما غطيتوش؟ انا خلصت. والله غلط خالص.
تمام خلاص زي الفل. انت مرضي يعني ساعه وسخنه وكله تمام. اوعى بقى انتوا بقى قولي بقى اللي انتوا عاملينه ايه. هو ايه يا باشا؟ والله داخل على اليوتيوب بتفرج. اه فاكر الكلاسيكيات؟ ها قلت لكم فيديو. ده شو باجي ده خالد. لا ده عادي والله. وانت اي حد يقول لك اي حاجه تقوم راح ورام. ايوه هو خالد. هو خالد عمل فيها. عادي عادي خالد. مين خالد؟ انت خالد. مين فيكم اسمه خالد؟ اهو اهو هو ده كمان كذاب. نعمل معاهم ايه؟ انا شايف ان احنا نقتل الصم بالكتاب. الصم بالكتاب. الصم طب هو مين بالكتاب؟ الصم بس يا انت هو انا انا هنتخانق. لا بتفكر انا لقيت لها فكره. لا حرام. لا لا مش حرام. لا 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 صعبة. لا 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 انا عرفتك هنعمل معاهم. انت واضح كده. ممكن قبل ما تفكر اقول لك كلمه. قول ايه؟ رجع تاني. ممكن تاخد تتفرج على الفيديو ده. تتفرج معاهم. فاكر ياخد الطياره؟ ممكن لما كنت بدري. ايه ده؟ ده العنكبوت ده يا زيني. الواد دومبو يا ده اهو. الفلوس الفلوس اللي كنت بتديها عشماوي يا عشماوي. امسك هذا الموبايل ده. قول لي انت هو قول لي انا مش هضعف باللي انت وريته لي ده. سالت الحل فكرة على طول. انت هتكملوا برنامج الموسم اللي جاي. روح نبدا ايه؟ احنا انتوا اللي هتكملوا البرنامج. مصر امانه في ايديك يا جماعه. انا ضد مصر امانه في ايديك. معلش انا ضد الفكره دي. لا 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 Take it.